هلا هون هذا مكتب تاني قبله. اذا هلا عم نشوف هذا مكتب حده، كمان مرته بتشتغل معه الان. هون موجود بموقع سلبي لسوء الحظ. المكتب؟ ايه المكتب، نعم. حسب الدراسه اللي بينت معنا، بتخلي الاشخاص اللي يمكن بيشتغلوا بهالاوضه بحسوا حالهم تعبانين شوي باخر نهار، في قلق نفسي. نعم. يعني لانه نوعيه الطاقه هي، في عنا رقم ستة حسب خريطه بين معنا، رقم ستة هو بيعمل طاقه سلبيه للشخص نعم. اللي بيقعد بهالاوضه. كيف بحس حاله مرات لوحده، بحس حاله مرات منزوي من الاشخاص، وبتاثر شوي على نوعيه العلاقات اذا بدنا الاجتماعيه بس خاصه بالشغل. نعم. فهو المفروض تحط هي كمان عنصر مي، اكواريوم او حيلا شيء يكون يتحط مي بهذا. هلا هون انتقلنا على المكتب الثاني اللي هو مكتبه. هون كنت عم بشرح له اكثر كيف مقسم الكلينيك على اساس الدراسه، وين موجودين الطاقات السلبيه وين موجودين الطاقات المنيحه. نعم. هون بموقع مكتبه ساقه بالموقع الصحه، موقع الصحة، فهذا إذا بنتذكر موقع إيجابي. بس إذا حسيت في كتير شوية كركب عجقة كتير وراء، وهذا عم بيخليه شوية يتعب، لأنه هذا كمان بيعمل قلق. يعني هذا يعني من أول ناحية بده شوية ترتيب، وبدنا نخفف قد ما فينا طاولات، لأنه الفانكشن بيقولوا لك لازم يكون في ساحة كتير فاضية قدام مكتب الشخص. هلا محل وين هو قاعد بالانترفيو هونيك مفروض يكون مكتبه. هلا انا كيف عرفت؟ بين معي بالدراسه المفروض اتجاه مكتبه يكون بهالموقع، يكون قاعد محل وين بيشفي، يعني محل وين بيقعد مرضى هو المفروض يكون مكتبه هونيك، لانه هونيك طلع موقعه. اذا بتتذكري بنعمل دائما دراسه على الخاصه، الاتجاهات الخاصه، بالنسبه لاتجاهاته الخاصه هونيك اتجاه المنيح له، لصحته، للمصاري، لانه نحن بنظبط عاده المكتب ليناسب اتجاهاته الخاصه، واتجاهاته الخاصه وجدت كاتجاه المكتب المفروض وين ما حد يقعد يكون جاي على اتجاه الموقع المصاري يلي شفنا اوضه المحاضره، بصبع اوضه المحاضره، وكمان على مدخل الكليك. يعني هونيك مفروض يكون مكتب قاعد ويكون اتجاهه صوب اوضه المحاضره، هذا لانه بكمل على ثلاث عناصر المنيحه، المصاري والصحه والعلاقات الاجتماعيه. نعم. فهون بمكتبه مفروض يحط مكتبه هونيك ويقلب بين الصوف. انا شرحت له على الارض كيف مفروض يقلبون، يعني في شغل كثير باتجاه المكتب، بدنا نغير شوي، نزيد الراد ونشيل بهالحاله. نعم. وكمان هون اكثر شيء ركزت على حالته هو اتجاه مكتبه. نعم. اتجاه مكتبه، وكمان بدنا نخفف الطاولات، لانه كمان ما مفروض يكون في كثير طاولات على الارض، طاولات على جنب فيها كثير. هذه العجقه كمان العجقه كمان بتسبب تعب. فهون بده يبدل بين الصوفة اللي حطتها المقاعد والمقعد المرضى، يقلب ويحط مكتبه هونيك، لانه هونيك مفروض هون اتجاهه الخاص والداعم لصحته وداعم لشغله. نعم. هلا هون بنرجع لاوضه المحاضره، مثل ما قلت تذكر انه ناقص العنصر الناري، ومفروض يكون كل الكراسي لون كحلي. 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 نعم. فهذا كمان هيدا كرمال الاشخاص اللي عم يتلقوا المحاضره لحتى يكون عندهم تركيز اكثر. بالنسبه له عنصر الناري هونيك مفروض لكون داعم داعم لمهنته، يتقدم بمهنته، في عنده فرص شغل اكثر برا كمان. نعم. نعم. بالنسبه للدراسات الثانيه اللي بتعمليها، يعني اللي هي اكثر على شخصيته يمكن، أكيد. شو بيان معك؟ هلا شخصيته، هلا ما بحب احكي على الهوا، بس انا اكثر ركزت على اتجاهاته الخاصه، مثل ما قلت انه منظبط المكتب. هلا اذا بركزوا شوي بدي فاجئ شوي على اللابتوب، شو بقصد اتجاهاته الخاصه؟ هون ساقه بموقع مكتبه، موقع يعني اتجاه مكتبه هو شرقي، شرقي ساقه بمكتبه. نعم. فايست ويست يعني بنسميه، هو غربي شرقي. موقع مكتبه هو موجود بالموقع الجنوبي. هون اليانيان هو، اذا لاحظي هون في فسحه بيضاء، فسحه بيضاء يعني هو موقع ايجابي، طاقة ايجابية اللي منيحة للعلاقات الاجتماعية، علاقات ضمن الشغل، ضمن توسع الشغل يكون عنده بي ار اكثر مثل ما بنقولها. هون بتساقى موقع مكتبه، بس قسم من مكتبه محل وين المفروض وين قاعد هلا صابب على هالاتجاه، هذا الاتجاه اسود، هذا الاتجاه مش منيح، بيعمل تعب، تعب هو بشغله، بتعب لانه كثير بيتطلب تركيز. نعم. بيتطلب يعني على اذا ما نحكي من هلا
15 سنه رح تتعبوا كثير. مشان هيك نصحتي انه يغير احسن اتجاهه، يكون اكثر اتجاهه مكتبه يكون صابب على اتجاه هذا الموقع، العلاقات الاجتماعيه والشغل الابيض، وعلى الموقع المالي يلي ساقب حسب خريطه الكلينيك ساقب على اوضه المحاضره، يعني كانه هو قاعد كانه عم بتطلع صوب اوضه المحاضره اللي هي صارت بوجهه. نعم. بوج مكتبه، وكانه عم بتطلع على مدخل الكلينيك، يعني اتجاه مكتبه المفروض يكون هيك تيكون ضامن لهالثلاث عناصر كثير مهمين، الصحة والمصاري اكيد والعلاقات الاجتماعيه. نعم. فهون ارتكزت، هون كثير ركزت على اتجاهاته الخاصه، لانه اتجاهاته الخاصه كثير مهمه لتقدمه وتقدم مهنته. نعم. هون مثل ما بنتذكر هون في اتجاهات خاصه بالكلينيك اللي بين معي بالبوصله، هون اتجاه مكتبه اللي بالصب هون دغري قدامنا صار في الطريق العام. نعم. اللي هو بقلب سانتر كثير كبير، سانت كثير كبير، هو برابع طابق، فهون بناخذ بعين الاعتبار كبر السانت، بناخذ بعين الاعتبار شو في حوالي هذا السانت، لانه هو بحالته قدامه في الطريق الرئيسي الحزميه، وفي وراه كمان طريق اوتوستراد ورا، صارت ورا اذا بدك اوضه المحاضره بتصب كمان على اوتوستراد ورا، فهون هذا شيء ما منيح؟ هذا مش منيح مرات، لانه بياثر على المكتب اللي بيكون بنص او حتى بنص طريقين. بنص طريقين، فهون التصليحات مثل ما قلت بتغيير نوعيه المكتب وتظبيط العناصر، تغيير بالالوان، ركزنا على الاخضر الفاتح كثير بحالته، وباوضه المحاضره المفروض يكون لون كحلي ولون احمر، فهولي ركزنا اشتغلنا على الالوان والعناصر المهمه. نعم. هون جس اذا فينا نفوت بثاني موضوع اللي كل الناس ناطرينه، لانه اعطينا هيك لمحه عامه عن الكلينيك، عن العياده، وكيفيه هيك القيام بالاصلاحات بلا ما نهدم مثل ما تعودنا. أكيد. معك هذيك المره كنت عم تحكي عن العنصر المالي اللي يمكن كثير من المشاهدين ناطرين هلا، كنت عم تحكي انه الانف المنخار هو اللي بدلنا على العنصر المالي لنعرف اذا بنجمع مصاري او ما بنجمع مصاري. صح. هون اكيد الانف الطبيعي، الانف الطبيعي يعني مش كثير عالم رح يقدروا يعملوها، لانه ما بقى في كثير منيح طبيعي، المفروض يتذكروا، المفروض يرجع على صوره قديمه لهم يتذكروا كيف كان منخارهم. نعم. لانه السنين بيقولوا لك اذا غيرتي شكل منخارك كانك غيرتي قدرك، لانه بيامنوا كثير قصه من السنين بيامنوا بهالفلسفه، بيامنوا انه في قدر، كل شخص كل واحد منا بيخلق بقدر معين. نعم. وبعدين بنشتغل على قدرنا، بنشتغل على حياتنا. هلا اذا اخذت اول مثل، اذا منخار كثير رفيع مثل بهالشكل، هذا شخص وبيبين يعني الفتحات دغري وقت بتطلع فيه، بيكون كثير رفيع من فوق وكثير صغير، هذا الشخص بيكون كثير اناني. اناني؟ اناني. نعم. هذا بدل على شخص كثير اناني، ما بيفكر الا بحاله، بضل عصبي وبضل عنده فكره سيئه تجاه الاخرين، يعني بتكوني انت منيحه معه بياخذك بطريقه كثير سيئه، بيقول نيته سيئه. نيته سيئه، بكل شيء شو ما تتعاملي معه بده يكون نيته سيئه. هلا اخذت مثل ثاني المنخار اللي هو بدل على المنخار، مثل الشهير بيل جيتس تبع مايكروسوفت، ليه اخذت هو مثل؟ لانه هو كمان اعتمدت الشركه على كونسبت فونك شوي، كثير ركزوا على فونك شوي بالشركه، بشركه مايكروسوفت. مايكروسوفت. نعم. من خلال سنين طويله يعني، ودونالد ترامب كمان ركز بمشاريعه التجاريه، قسم مشاريعه التجاريه على اساس الفونك شوي، اللي وسعها باسيا ضمن اسيا، لانه عمر كثير بنايات، وصل لمرحلة جبروه الآسيوي يقولوا له ما حنعطيك هالمشروع إلا ما تطبقنا على الفنك شوي، فهون بلش اهتمامهم الاثنين هالشخصيتين البرزين بي، بس زبطت معه وجمع مصاري كثير. كيف جمع مصاري؟ مش بس من ورا الفنك شوي، بس لأنه عندهم عامل مال كثير بارز، إذا أخذنا نوعية هالمخا بيكون مخا كثير دائري، يعني نهاية المنخار دائري كثير، مبروم كثير من تحت، هذا الشخص كثير بيعمل مصاري، عنده كاريزما، بيقولوا أول شيء عنده كاريزما وعنده علاقات اجتماعية بارزة وبيقدر يحافظ على المصاري ويزيدهم على على مرور السنين، فهون بدل هون إذا عملنا عملية لنعمل شكل المنخار هيك بتزبط معنا، فينا نضحك على القدر؟ لا ما فينا، بيرجع هو يتعب كثير، بيقولوا لك أوكي يمكن غيرت قدرك، بس بيرجع أن بتتعب كثير، يمكن هو الأشخاص تعبوا بحياتهم، بس في اشخاص بيتعبوا اكثر من حق ما قدروا وصلوا على هن وصلوا لانه بقدرون، وبعدين تكوين مخارهم بدل انه